موديل تمام. ما اعرفش ايه البارامترز يعني بتاعها، في شويه بارامترز ما اعرفش بس. وانا مثلا عايز احقق سيتنج تايم معين صح، وعايز ابلاي جيم كنترولر انا كويس، فانا مجرد ما انا هعمل ان هو غنى رول الموديل هيتقوم صح وهبص على شكل الاوتبوت شايفين سيتنج بقى قد ايه؟ يعني حد يقول لي كده تقريبا 500 او 500 الوحده قد ايه؟ شوف هو يعني مش مهم هو الوحده هنا هو الثانيه 500 ثانيه؟ مستحيل 500 ثانية 500 600 ثانية 500 ليه مستحيل؟ يعني ايه اللي خلاها كتير قوي كتير؟ طب ماشي 5 دقايق مثلا. طب ايه المشكلة؟ احنا حاطين موديل معين صح؟ طب انا مثلا لو عايز لو انت عايز يعني تصلع السيستم شوية تعمل ايه؟ كبر هتبدأ تغير في الجيم صح؟ اه فمثلا هخلي الجيم 10 واعمل 1 مثلا. هو ايه السيتويشن ده؟ ده بقى صغير كده يعني هقول لك انا مين السيتويشن بس يعني ايه اصبر شويه على يعني مثلا ده كده بقى 100 مللي 100 ثانيه يعني احنا مثلا دلوقتي بنتكلم عن ايه 12 15 ثانيه قال لي 10 تقريبا 600 قال لي 10 ثواني غير لما زودنا الجيل شويه اتغير. طب انا مثلا انا عايز اصبع سيستم كمان شويه 23 مثلا بس كام كده مثلا 8 كان بدل ما نرن على فتره صغيره كبيره نرن على 10 ثواني بس نبص يطلع سيتنا كام كام تقريبا 5. طب لو انا عايزه اقل من كده مثلا اقدر ازود كده زود الجين هاردوير امبلمنتيشن هيبقى صعب بالنسبه لي. انت الجيم مش براحتك، انت لو زودت الجيم بعد كده هو هيحصل ممكن على مستمرتي. لا ممكن هو اصلا اوفرشوت. اول حاجه حصل اوفرشوت صح. تاني حاجه شكل انت ممكن انت يبقى الكاركترستكس دي مش مناسبه ليك. يعني انا مثلا دلوقتي السيتنج تايم بتاعي تقريبا قد ايه؟ 4 مثلا قول حوالي 3 ثواني صح. طيب افرض انا عايز السيتنج تايم ثانيتين اوفرشوت لو زودت اكتر ممكن مش لا انا اقصد ان احنا انت في الاخر بعد جي اوف ايدم واحده بس وانت شغال بجيم كنترولر انت ممكن تحتاج انك تروح ديزاين ليد كومبنسيتور صح. فانا لو احتاج ديزاين ليد كومبنسيتور فالافضل بدل ما انا اقعد اضبط فعلا محتاج ان انا اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل سوفت وير اعمل اول ايدنتيفيكيشن اجيب الترانس فانكشن اللي انا مش عارفها دي محتاج ان انا اروح اعمل ايدنتيفيكيشن للسيستم. انا بعمل كل ده ومدخل ايدنتيفيكيشن ولا ايه؟ وانا بيجيب لي الاوتبوت على السي هو داخل له انبوت بيطلع لك انا حاطط بلوك ما اعرفش البلوك ده انا مش سامح لك تشوف ايه اللي جواه. يعني هو في حاطط لك في مثلا بي 1 وبي 2 وبي 3 انت ما تعرفش بي 1 وبي 2 وبي 3 بس هو متسجل عنده ارقام جوه طبعا اكيد يعني هو اللي بيجيبهم هو لسه بيحاول يحسبها لا هو موجودين عنده متسجلين مسيبين يا جماعه ده موديل ده موديل هسالك سؤال تاني الموديل اهو قدامك الموديل اهو قدامك الجودز بتاعته فين بس بالظبط انا مش عارف مش عارفها بس هي بتبقى ايوه تعرف تبان الموديل ده لو ما تعرفش اعرف عنه تعرف تدخل عليه انبوت ولا ما تعرفش كويس وهيطلع لك اوتبوت وممكن تديزاين كنترولر فعلا ده بس انا ما اعرفش البارامترز بتاعته ده انا نفسي اعرف البارامترز بتاعته عشان اعمل ديزاين بمزاجي بقى بمزاج كده وانا بايق يعني ماشي. فانا دلوقتي عايز اعمل ديزاين مظبوط ديزاين مظبوط بس انا معايا موديل فانا معيش موديل فعايز اجيب الموديل فاعمل ايه بقى عشان اجيب الموديل؟ في هنا ادي بلوك اهو اسمه موديل ايدنت عملت ايه؟ جبت سيجنال انبوت دخلت الانبوت دوت عباره عن ايه؟ عن سكوير ويف صح؟ بامبليتيود مثلا اخترت الامبليتيود هو واحد جميل الفريكونسي ده اختاره على اساس ايه؟ على اساس مش انت مش احنا حاطين هنا الجين 49 صح؟ روح حط هنا الجين 49 وران السيستم كويس السيتلنج تايم تقريبا بتاعه بيساوي كام؟ قول 3 مثلا؟ 3 طيب الفريكونسي اللي هناك كام؟ 0.08 طيب يعني البريودك تايم بتاع البلصية قد ايه؟
واحد على بوينت وثمانية. فين على؟ أنا حوالي 12 مثلا ثانية حاجة كده. 12 صح؟ 12 ونص. جميل قوي. يعني نصها كام؟ 6 ونص. حوالي 6 صح؟ يعني يا دوبك السيستم يثبت أقوم قالب على طول. يعني تعال نبص كده على شكل السيستم هنا كده. أنا هرن السيستم دوت السيجنال اللي أنا بتكلم. بص على شكل الأوتبوت. مين الأوتبوت الأول؟ الأصفر. لا الاصفر ده ال السكوير ويف دي اللي هي الاصفر بعدين السكوير ويف هي الاصفر ماشي اللي هي الاوتبوت اللي هو الاخضر او الاخضر طب والبنفسجي مين؟ البنفسجي ده اللي هو الوقت اللي بيقلب عليه وقت ايه؟ لا البنفسجي ده كنترول اكشن بنفسجي كنترول اكشن كويس ده كنترول اكشن هو ده كويس والاوتبوت هو فعلا اللزق اللي انت قلت عليه يعني هتلاقي بص هنا كده بص انا عملت ايه هنا شايف البلصاية هي السيستم اهو كان اول في الاول عند الزيرو بدا يزيد يزيد معايا يزيد معايا اول ما خلاص هيثبت عمل الاوفر شوت وخلاص هيثبت رحت على طول رحت قالب بالريفرنس طب انا طلعته كده ازاي بقى تاني طلعته كده ازاي رحت شفت ان هو السيستم اللي عندي رحت شفت السيستم بيثبت بعد قد ايه فلقيت قلت ان هو على ما يثبت مثلا يكون مثلا ايه 5 ثواني ولا بتاع يكون ثابت فعلا بس فرحت ايه خلاص يبقى الفريكونز اللي انا هدخل بيه البلس بتاعي البلسز اللي انا هدخلها يبقى واحد على الثواني دي يبقى واحد على الايه؟ على سامبلنج على مش الخمسه بقى واحد على ضعف الخمسه لان احنا مره اون ومره اوف انا بديله البريودك تايم على طول بتاع البلسز على بعضها واحد على 10 كويس فهو يبقى واحد تقريبا على 10 جميل؟ ده اللي انا الفكره اللي احنا دخلنا بيها الفريكونز عشان خاطر اضمن ان السيستم ما يلحقش يثبت خالص ما يوصلش للستيتمنت ممتاز كده فده اللي انا عملته فعلا رحت هنا اهو دخلت الايه البلس جنريتور بحيث ان فعلا السيستم ما لحقش يثبت اول ما جه يثبت رحت قلب على طول الناحيه الثانيه خلاص في مشكله في الكلام ده جميل جدا طيب ده مين ده الكنترول اكشن في ملحوظه في الكنترول اكشن بيطلع لما ننزل ما هي انت اول لا مش ما ننهي على حاجه 15 بيثبت او نكمل بعد 15 كويس؟ طب ليه بيثبت بعد 15؟ جميل السؤال انا دلوقتي اول ما عملت تشينج جامد في الانبوت او في الريفرنس الكنترول اكشن بيزيد جامد في الاول صح؟ عشان يلحق يوصل السيستم فالكنترول اكشن زاد جامد قوي وصل عند 15 ووقف ليه ما زادش عن ال 15؟ هو كده يعتبر كانه عشان انا حاطط هنا بلوك اسمه ساتوريشن بقول له خلي بالك انت الجين الكنترول اكشن بتاعك ما يقدرش يزيد عن 15 ولا يقل عن ماينس 15 الكلام ده براكتيكال موجود يعني انا مثلا هنا عندي الباور امبليفاير ما يقدرش يزيد مثلا عن 15 ولا يقل عن ماينس 15 مش كده؟ دي ده فيزيكال ده فيزيكال ايه؟ فيزيكال ليميتيشن موجود عندي مفيش حد في الدنيا عنده الكنترول اكشن مفتوح براحته وبالتالي انت هتيجي في مرحله مهما تزود الجين ما يجيبش معايا بالعكس يسوق لك الريسك ليه؟ انك بتخبط في الساتوريشن لان الكنترول اكشن مش 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 ما بيمطش معاك ما بيزيدش معاك عن ال 15 ده بعد ال 15 هيسبق هيخبط في 15 يقف خلاص؟ فانت لما يكون قدامك السيستم كمان في ساتوريشن ده احد انواع النون لينيارتيز اللي احنا ما كناش عمرنا بنبص عليها لا في البوت لوكس ولا بنبص عليها في الديزاين بس وانت بترسم الكنترول اكشن كده لازم تبص تشوف لا ده الكنترول اكشن ده كبير قوي عمره ما هيتطبق يبقى الكلام ده كلام فارغ يبقى الكنترولر بتاعي كله ملوش تاثير يعني مش هيبان تاثير فلازم اختار كنترول اكشن يكون ريزنبل واقعي شويه جميل كده طيب فاحنا هنا اهو ادي الايه شكل السيجنال اللي اخدناه طيب انا عايز ايدنتيفاي السيستم جميل اعمل ايدنتيفيكيشن للسيستم ازاي احنا قلنا في لايبرري اسمها ايدنتيفيكيشن انا بس كل اللي انا خدته الداتا اللي انا خدتها دي كلها اللي هو الريفرنس اللي انا مدخله والكنترول اكشن والاوتبوت خدتهم على بلوك اسمه تو ورك سبيس عمرك استخدمته قبل كده؟ اخد نتائج السيميلينك على الورك سبيس واستخدمها يمي الفاليوز دي في اري انا كنت بستخدمه جوه السكوب نفسه لا هو حجاز عشان هنا الباك لاب ده قديم شويه فمش هتلاقي فيه الايه مش هيبقى ممكن جوه السكوب ممكن ما تبقاش او يعني ممكن يبقى فيها طريقه ثانيه يعني تعالى نبص شوف هو رمى الداتا في السكوب ولا لا والله ممكن تاخدها من جوه السكوب لو انت دخلت عرفته ما انا بعملها كده دايما يعني ممكن تقوم جاي من هنا كده هالي السكوب وعرفه ومن طلع لك اكس او واي تقول له مهالي طب ما هو متمم برضه فعلا على بالك
بس يعني ايه ده اللي انا بعمله يعني. ممكن هو ممكن تاني انك ترميه على ورك سبيس، بس بروك ورك سبيس هيرميه على اري اسمه داتا ايه داتا 1. بس جميله. طب تعالى نفتح داتا 1 ديت فيها كم رو؟ فيها رو كتير. فيها كم كولم؟ سوري 3 صح. دوت بتاع الايه ريفرنس، ده بتاع الكنترول اكشن، ده بتاع الاوت. حتى لو عايز نقسمه تعالى نعمل كده اهوت، ادي مثلا ده شكل الاوت اللي طالع عندنا، بس اللي هو الكولوم الثالث يعني ماشي. الكولوم الاولاني اللي هو ريفرنس، بس الكولوم الثاني اللي هو الكنترول اكشن. السؤال بقى لما اجي اعمل ايدنتيفيكيشن، مين الانبوت داتا ومين الاوتبوت داتا؟ الانبوت داتا مع الانبوت والاوتبوت خالص ماليش دعوه بالكنترول اكشن. هو انا هسالك سؤال تاني، هو زميلكم قال الكولوم ده مع سوري قال الكولوم دوت مع الكولوم ده الاول مع التالت، اللي هو يقصد بيها ان هو السيجنال دي مع الاوتبوت ده تبقى كنترول اكشن مع الـ. هو السؤال انا بكنترول مين؟ انا اصلا عايز ايدنتيفاي مين؟ الموديل بتاع السيستم اللي داخل عليه اللي هو ده ترانسفير فانكشن دي اللي انا معاها. يبقى انا عايز بعد الساتوريشن الكنترول اكشن. ايوه ده اللي بعد الساتوريشن مع الايه مع الاوتبوت. كويس. عايز اعمل معلش عايز ايدنتيفاي الترانسفير فانكشن دي اشوف اللي داخل عليها بالفرق. فهبص على اللي داخل عليها مباشره اللي هو الكنترول اكشن اللي بعد الساتوريشن ده صح، والاوتبوت اللي خارج منها مباشره. طب هو احنا اصلا دي ما عملناش راننج للسيستم اوبن لوب، عشان احنا الاول مسكنا الترانسفير فانكشن دي عملنا لها ران لوحدها اوبن لوب لانها انستيبل. فلو السيستم عندك انستيبل وعايز تعمل له ايدنتيفيكيشن، ما ينفعش تعمل له ايدنتيفيكيشن هو اوبن لوب، لازم تستابلايز السيستم الاول وبعد كده تعمل له ايدنتيفيكيشن. فاحنا عملنا استابلايز للسيستم زي حطينا يونت فيدباك وخلاص. ما هو اي حد ممكن يعمل يونت فيدباك عشان يستابلايز السيستم سهله، بس لسه الريسبونس بتاعه مش عاجبني. فاهم بتكلم في ايه؟ هو انا عملت استابلايزيشن فعلا للسيستم، بس لسه الريسبونس بتاعي مش عاجبني، عايز احسن الريسبونس دوت، فلازم اعمل ايه؟ فلازم اعمل ايه؟ فلازم ان انا ادخل ال يعني ايدنتيفاي العلاقه ما بين الكنترول اكشن اللي داخل على السيستم وما بين الاوتبوت الايه؟ في مشكله في الكلام ده؟ تعالى بقى نعرف ازاي هنتعامل مع التول بوكس. نقفل بس الايه؟ دي كده ونكتب ايدنت. ادي التول بوكس بتاع الايدنتيفيكيشن. بس اول حاجه عايزها مني ايه؟ عايز مني ان انا اختار داتا معينه. فانا هختار تايم دومين داتا. بس هقول له انا هدي لك داتا بتاع التايم دومين عشان تايدنتيفاي الايه في السيستم. طيب مين الانبوت داتا ومين الاوتبوت داتا؟ احنا اتفقنا ان احنا الانبوت داتا هي داتا 1 الكولوم الايه؟ الثاني صح؟ اللي هو بتاع كنترول اكشن. فانا هكتب ادي الداتا 1 اهي. انا عايز كل بوز وعايز الكولوم الثاني. فكل بوز نعمل نقطتين والكولوم الثاني نكتب 2. اللي بعدها داتا 1 برضو، بس انا عايز الكولوم الثالث، فيبقى كل بوز والكولوم الثالث صح. الداتا دي مش مهم تسميها ايه، ستارتنج تايم يعني انت عايز الداتا كلها ولا عايز تبدا من عند نقطه معينه؟ لا انا عايز الداتا كلها، ما عنديش مشكله، عايز اخد الداتا من اولها لحد اخرها. السامبلنج انترفال، السامبلنج اللي انا شغال بيه، فالسامبلنج اللي احنا كنا مظبطين عليه جوه هو البوينت 01. فانا هختار السامبلنج اللي انا واخده عشان احنا هنشتغل في الزد دومين، خلي بالك لازم نديله السامبلنج. وهقول له امبورت داتا، عمل امبورت للداتا، هقول له عايز ترانسفير فانكشن موديل. كويس، بيقول لي اختار الاوردر. خلي بالك بقى من حته هنا مهمه، ممكن في بعض السيستم ما تبقاش عارف الاوردر في كام. اثنين ثلاثه هجرب هجرب لحد ما تشوف اعلى يعني احسن ريسبونس، يبقى هو ده احسن ريسبونس، وفي نفس الوقت يبقى اقل اوردر. يعني انا مثلا لو عندي اوردر اثنين مثلا طلع الفيتنج بتاعه 98% واوردر ثلاثه طلع 99%، هاخد اوردر اثنين اللي هو 98 اللي هو اقل، بس الاوردر بتاعه اقل ده يساعدني. للاسف لان الفرق مش كبير. كويس، لكن لو الفرق كبير واحد مطلع لي 60% واحد مطلع لي مثلا 80%، لا انا هختار 80%. فاحنا يعني كومبرومايز ما بين الاوردر وما بين الايه؟ فاحنا ممكن نختار 3 و2. ادي 3 وادي 2 واستميت.
هو ياخد الداتا بيطبق الجوريثم مشابه شويه اللي احنا كنا بنشرحه، اداني الفيتنج 100%. طبعا 100% دي احلام، دي احلام لان احنا هنا بنعمل سيميليشن، فالدنيا جميله وسهله، لكن بعد كده لا. الحقيقه ممكن اخره يوصل 90 مثلا ولا هي ممكن يوصل 100% لو ده 80 عجبه 80 ويبقى انت سعيد بيه يعني كويس. فهو مدين هنا نوت فيتنج 100% ورسام، هو بيرسم لي التو كيرفز على بعض، بس هو من كتر ما هو يعني الفيتنج ممتاز فمش باين خالص، مش باين الايرور اللي ما بينه. ممكن والله نحاول نخليه مثلا اوفر عشان نصعب الدنيا شويه، ممكن اقوم قايل له ايه استيميت تاني ترانسفير فانكشن واقول له خليها اوفر 1 ومفيش ايه مفيش زيوز، وقول له استيميت كويس 80% كده خليتها 80% اهي، باين ان في فرق صح، لان اخترت اوردر مش مناسب مش كده. الاول كنا عاملين اوردر كام؟ الاول كنا عاملين اوردر 3 ودلوقتي خليته اوردر 1. هو كفايه الاوردر 3 ممكن اخلي اجرب اوردر 2، تعال نجرب اوردر 2 ادي ترانسفير فانكشن خليها اوردر 2 مثلا وبول و 01 مثلا اقول له استيميت طلع 99%. لو انا يعني بعمل سيرش اختار 99% ده ماده حلو قوي ايه ماله يعني 99.28 كويس، وهيطلع السيستم سكند اوردر مش ثيرد اوردر كويس، مفيش مشكله ممكن ده او ده. يعني انا لو هشتغل هختار بقى الثاني ده الطف شويه اللي هي ترانس فانكشن رقم 3 مثلا دي. ماشي، فانا ممكن اقوم واخد ترانس فانكشن رقم 3 دي اسحبها كده واهميها في الورك سبيس بقى اسمها ايه تي اف 3 واروح بقى اشتغل سيسو دول اعمل اكتب سيسو تحت تول تي اف 3. ممكن استعيد الذاكره بتاعتكم في حاجه لطيفه شويه كنت ازاي بالديزاين ليد كومبنسيتور بقول له ديزاين اديت كومبنسيتور ولا ايه ده كده كده تول. عموما عموما بشوف بحط اللي هي بينزل كان بحط زيرو كان البول سلوست ستيبل بول او مش لازم يكون ستيبل لازم يكون ابطا بول صح في نفس الوقت يكون ستيبل واحط بعد كده بول سريع ماشي. طيب في الزد دومين بقى ايه الفرق بين السلوست ستيبل بول هيكون فين؟ هيكون ابعد واحد عن الاقرب واحد من ابعد واحد ابعد واحد اقرب واحد مش خط الجي اوميجا واحد اليونت سيركل كل ما اقرب منها كل ما يبطا ايوه اسرع واحد. انا عايز اكنسل الاول السلوست ستيبل اللي هو اقرب واحد اليونت سيركل بس مش على اليونت سيركل تمام ماشي. وبعدين اعمل ايه بقى؟ احط بول سريع فين اسرع نقطه؟ عند زد بسبب صفر الاوريجن لان اي باور ماينس انفينيتي تطلع بزيرو ماشي. فأسرع نقطة هي الأوريجين وأبطأ نقطة هي اللي عند الوان ممتاز كده؟ فأنا بقى نبص هنا ممكن هو ده أساس تول اللي شغالة زد دومين برضه؟ طبعًا أنت دلوقتي أنت خلي بالك من التي إف دوت إحنا اخترنا إن هو يكون زد ديسكريت هو سألني عايزه ديسكريت ولا كونتينوس أنا اللي اخترت ديسكريت فلو كتبت تي إف 3 يقول لك إن الترانسفير فانكشن أهيت صح وإنها ديسكريت والسامبلينج تايم بتاعها 0.01 وهكذا حضرتك عملتها زي ديسكريت عملتها زي ان هي ديسكريت لما كنت جاي هنا في السيستم ايدنتيفيكيشن تول وقلت له استيميت ترانسفير فانكشن قال لي عايزها كونتينوس ولا ديسكريت. طب هو السامبلنج انترفال انا اخترته على اساس ايه؟ طب انت عموما بتختار السامبلنج انترفال ازاي؟ يعني مالوش قاعده ما اعرفش لا القاعده ازاي يا راجل؟ ايه؟ انا عايز ازاي اقعد اطلع له القاعده؟ اسرع حاجه ممكن اقدر اطبقها لا هو يبقى اكبر من اوميجا اس. انت اول حاجه انت الشرط الرئيسي بتاعك ما يحصلش قاعده بقى يعني اللي هي الاوميجا اس على ثيوريتيكال بحته انك لازم يكون الاوميجا اس او السامبلنج بتاعك اكبر من ضعف اعلى في السيستم صح طيب طب ممكن تبقى اعلى بكتير الاوميجا اس على 2 ده كده يبقى فيها كل الجزء يبقى فيها كل الجزء دي اول حاجه. تاني حاجه كويس النقطه اللي انت برضه لازم تبص عليها هي ان احنا في حاجات قواعد عامه كده الناس تعرفت عليها وهي ان لو السيتلنج تايم بتاعي مثلا او الرايز تايم بتاعي مثلا مش عارف اكس فانا اختار السامبلنج بتاعي اكس على 10 كويس او على 20 ان انا اخد اتليست حوالي 10 20 سامبل في الرايز تايم بتاع السيستم او ده كل السيستم بتفرق طبعا عموما بشكل عام كويس
يعني ما هو دي مش مديها لك باثبات رياضي بس هم مدينها كرول عامه والنفود دي فعلا انت لا مش كده هي يعني انت عايز شويه سامبل كفايه تشوف فيهم الديناميك بتاع السيستم انا باخد لك 10 20 سامبل خلال الديناميك بتاع السيستم مش عايز في السيستم عن السيستم الحاجه الثانيه انك انت لو اخترت قللت السامبلنج قوي 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 ممكن يبدو ثيوريتيكالي قدامك جميل حاجه حلوه قوي كل ما تقلل السامبلنج ما تقرب للكونتينوس دي حاجه حلوه بس براكتيكال مش واقعيه قوي ليه مش واقعيه انك انت لما بتقلل السامبلنج قوي تخيل لا من غير كده ان انت دلوقتي مقلل السامبلنج جدا عايز بروسيسور عالي عشان هو اللي يوصل ان البروسيسور عالي والميموري كل حاجه السامبلنج هو قليل قوي السيستم بتاعك بطيء يعني يعني السيستم مثلا ممكن يكون خلال البوينت 01 سكند دي ما اتغيرش اصلا فيبقى الفاليو دي هي الفاليو اللي فاتت ماشي او ان الفاليو بتبقى مختلفه عن الفاليو اللي فاتت برقم صغير قوي بس الرقم الصغير دوت الكابابيلتي بتاعت الكمبيوتر بتاعك مش حاسه بالايرور ده ما انت مش فاكر في حاجه اسمها انالوج تو ديجيتال كونفرتر صح فالايرور انالوج انت بتحولها لديجيتال مثلا 10 بت هتبقى التغير اللي انت تحس بيه مثلا وليكن 1 فولت مثلا 0.1 فولت مثلا والتغير اللي حصل 0.05 فولت فانت ما حسيتش بيه فانت كتبت الفاليوز هي نفس الفاليو اللي فاتت وده غلط فانت دخلت في حته كوانتايزيشن ايرور وانت اللي دخلت نفسك فيها بسبب انك عملت اوفر سامبلنج فهو ما فيش حاجه في الدنيا مفتوحه على الماكسيمم بتاعها كويس فانت الافضل انك تختار سامبلنج مناسب لسرعه السيستم لو السيستم بتاعك بطيء اختار سامبلنج كبير شويه كويس السيستم بتاعك سريع قوي انا اختار سامبلنج سريع هو الحقيقه ان البوينت 1 دي احنا مختارينها في الاساس ومثبتينها احنا هنا في جزء ثيوريتيكال احنا مش فارقه معاه قوي في جزء تاني اللي هو على السيستم البوينت 1 دي مناسبه للسيستم ده فعلا كويس لان هو السيستم ده كله هتلاقي السيت تايم بتاعه كام اقل من نص ثانيه ماشي فاهم اقول لك بوينت 1 احنا بنتكلم برضه وسامبلنج عالي سنه بس في الاخر هو 20 كده فعلا دايناميك بتاع السيستم جميل كده وعليكم السلام وكيف تمام يا شباب كده تمام في مشكله في الكلام ده جميل فانا دلوقتي طلعت السيستم اهو مطلعها لي زي الدومين هو بيطلعها لي لوحده في الدومين انا بس كنت عايز ابص على البولز بتاعت السيستم فانا ممكن اقوم كاتب بول تي اف 1 او تي اف اس بي صح احنا تي اف اس بي كويس ففي واحد عند ال 1 وواحد عند بوينت 9 7 فانا لو هكنسل هكنسل مين؟ بوينت 9 7 هكنسل الستيبل صح اللي عند 1 ده مش ستيبل كده كويس انا هختار دوت اقوم رايح نهوت على السي سي تول اقوم قايل له لو سمحت كنسل لي هنا اهوت كومبنسيتور اقول له حائد زيرو صح ده بول ما انا هحط زيرو صح صح فانا هحط زيرو عشان اكنسله الله الله في بوينت ولا في حطها ماشي كويس انا كده ضفت ايه ضفت زيرو محتاج احط بول كويس احطه اقول له اد اهوت في بول صح البول دوت هحطه فين اسرع نقطة عند الاوريجن صح؟ يلا نحطها عايزين نحط عند الاوريجن نحطه عند الاوريجن جميل كده اهو ادي شكل الايه؟ انا بس مش شايف احنا رحنا فين مش عارف ليه حاسس ان احنا حطينا حاجة مش في مكانها صح؟ هو ده الاثنين بول انا غلطت صح؟ انا حطيته عند بوينت 9 7 مظبوط وزيرو هو في بول ثابت في الاثنين بول هتلاقيهم على اليمين ممكن تتحرك بيهم دول جميل احنا هيبقى عندنا هو حضرتك ممكن تسحب واحد تاني كمان بس هو ليه بقى خط مش معجب بيه هو احنا عندنا زيبوس المفروض يبقى عندنا زيرو صح؟ أفي ما عندوش زيرو او في زيرو عند الاوريجن صح فاحنا ما حركتش نختار عند الاوريجن عشان احنا حطيناه عند الاوريجن تعالى نبعده شويه عشان يفضل عندنا شكل برضه عشان البول اللي حطيته كان عند الزيرو يعني في الاغلب عند الاوريجن لا
بوينت 1 بوينت مثلا 5 كويس. فاحنا عندنا زيرو هنا اهوت صح، وعندنا ادي بول هنا وفي هنا. انا كده كده عمري ما كنت هسيب طب معلش هو مش الزيرو ده حضرتك قلت الزيرو ماليش دعوه بيه خلاص خلاص ليه ما كنتش تسيب بول عند الروجن؟ اه هقول لك تعالى نبص دلوقتي على analysis respond to step command. مش احنا كنا بنروح ساعات هنا اهوت نفس step command. اه بص على الكنترول اكشن اللي بالاخضر حلو كام؟ 14 ونص 14000 ايوه 14000 اه كويس. يعني احنا كنا بنروح هنا نجيب من analysis plot ديت ونرسم رسمنا الاثنين دول ايوه. تعالى نرسم الكنترول اكشن في صفحه يعني في رسمه لوحده والستيب كوماند في رسمه جدا. الكنترول اكشن بتاعك كام؟ هو صحيح السيتنج طيب ممتاز وتحسن جدا، احنا كنا بنتكلم عن سنتين هنا بنتكلم مش عارف عن بوينت 1 وبوينت 1 5 بس الكلام ده مش براكتيكال لان احنا كنا حاطين ساتوريشن ليميت على الكنترول اكشن عند 15 انت دلوقتي 15000 ده عالي جدا كويس. فانت الحل بتاعك انك لازم تقلل الجين شويه. طب يلا نقلل الجين، مش ده هيقلل الجين اهو. طيب لما هقلل الجين كده اهوت نبص على الشكل، قلل الكنترول اكشن جامد صح؟ بس لسه عالي. لو انا عايز اقلله كمان شويه ممكن احرك البول ناحيتي. فبدل ما احط البول عند النص ممكن اقوم احرك البول شويه واخليه مثلا مش ممكن احركه من هنا عادي؟ ممكن اه بس انا بحب احركه من هنا عشان ابقى شايف المواقف فين. كويس؟ هوديه مثلا ناحيه يعني يمين شويه ناحيه البوينت 8 كويس. اه انا صحيح سوقت ممكن اكون سوقت شويه الرسم بتاع السيستم بس ممكن يبقى الكنترول اكشن حضرتك عملت ايه معلش اخر حاجه؟ حركت البول بدل ما كان عند النص قربته لواحد شويه بدل ما هو كان بول سريع يسرع السيستم بطلته. انهي بول معلش؟ البول اللي انا ضفته بتاع الكوماند ستار؟ اه هو كان فين؟ هو اللي هو كان ده اللي عندي كان عند الزيرو الاول كنت حاطه عند الزيرو وبعدين حطيته عند النص وبعدين حطيته عن البوينت 8. طب انا لو عاوز اجيب حاجات معينه يعني سيتنج تايم معين ومش عارف ايه وكده اه طبعا انت لو عايز تحقق سيتنج تايم معين هقوم رايت كليك هنا اهوت ديزاين ريكوايرمنت نيو هقول له انا عايز مثلا سيتنج تايم نحطه مثلا ايه ثانيتين مثلا دايره كويس اه ده كده طلع دايره اهي يبقى انت ثانيتين يبقى انت لازم تكون جوه الدايره دي فتقريبا معظم الروت لوكاز جوه الدايره دي جواها ولا او عايز نشتغل على الناحيه الصفراء؟ لا لا تكون جوه. هو السيتنج تايم اكبر بره ولا جوه؟ هو البول البولز البطيئه بره اقرب لليونت سيركل صح؟ اليونت سيركل هي الخط المنقط اللي بره ده اللي في اللصق. انا عايز اعلى انت عايز جول فانا كل ما جوه الدايره يبقى انا كده محقق ده واكتر منه بتحقق المطلوب. ممكن اقوم ضايف اوفر شوت ممكن اقوم جاي هنا اهوت ضايف في ديزاين ريكوايرمنتس نيو نقول له عايزين اوفر شوت مثلا اقل من 5 بص الرول دول اسبيس دومين كنت بفهم الحاجات اللي هي الرايزنج تايم والكلام ده والدمج ريشيو والحاجات دي ازاي اشوفها في الزد دومين ازاي تشوف في الزد دومين؟ طيب مفيش في مابنج ما بين الاس وما بين الزد؟ اه اللي هو لو هي في مابنج مش مجمعها قوي. لا السيتنج تايم الخط اللي هو اي خط راسي اللي هو زي الخط بتاع الجرافيك هيروح دايما السيتنج تايم الخط الراسي الخط الثاني ده بيروح في الزاويه الخط اللي هو مثلا بتاع الايه؟ الدمبنج بتاع هو طبعا اصعب واحد هو الزيتا لان الزيتا كان خط مقبل هتطلع قلوب كلها بالشكل ده والعمق هنا فالقلوب دي ما تقدرش تحددها صراحة يعني دي بايخة شوية انت هتبص عليها وكلهم بادئين من هنا ولافين لفة كده هو بس هتلاقي ان التغير بتاعها مش سهل انك تشوفه كويس. بس انت عموما انت عارف انك كل اولا لما يكون عندك كومبلكس انت عندك ده معناه ان عندك شو والكومبلكس طبعا دوت يعني انت بتقول كل الخط ده كده كونستنت اوفر شوت يعني انا ممكن ابقى واقف ان هو واتحرك مجرد شمال كده هو ولا ادي الاوفر شوت بتاعي قلب صح؟ انا الخط اللي كونستنت يعني لو اتحركت كده يعني لو انا كنت واقف هنا في الكومبلكس بول واتحركت كده هو هتلاقي الاوفر شوت بتاعك قلب رغم ان هو الكومبلكس متغيرش بس هو المؤكد ان الكومبلكس القليل اوفر شوت اقل. طب والخط الاسود ده لما اتحرك عليه اللي هو الكونستنت زي ده كونستنت زي انتبه اه اللي متحرك عليه اللي بيتغير انت كده حاصل على ريكويرمنت معانا واحدة بس ما عادش الباقي ما ماشي كله بيتغير ما عدا الحاجة الوحيدة اللي سافسة اللي هي السيستم كونستنت زيتا زي ما الخط ده كله بيتغير الا الحاجة الكونستنت اللي هي السيتنج تايم اللي هي بس اوضح حاجة خالص هي السيتنج تايم صراحة وهتلاقي ان انت لما تيجي تديزاين بقى يقول لك عايزين زيتا معينة مش عارف كذا كذا كذا
احنا حقيقة لما تيجي ديزاين ما بتحددش الزد من الزد دومين، بتروح للاس تشوف كونستنت اوفر شوت، يعني كونستنت زيد او انا عايز زيته معينه، اعمل الاس ترانسفورميشن اروح للاس دومين بالظبط اظبط زد وارجع تبقى في الاس وترجع على زد. طب ما ده طب احنا على طول بنعمل كده. يعني انا هقول لك مثلا كاركترستكس معينه، اقول لك انا عايز اوفر شوت كذا وعايز سيتنج تايم كذا، روح فتقوم انت واختار البول المناسب في الاس، وبعدين تقوم محوله للزد تقول لي يبقى هو دوت البول المناسب في الزد، ابدا ديزاين الكنترولر بتاعك في الزد كويس. فاحنا ما بنبصلهاش قوي في الزد دومين، لكن هنا عشان معانا متلاب وهو باسم انا مش خسران حاجه. انا حركت البوت شويه ناحيه اليمين بس، وقللت الجيم شويه، هروح تاني ابص على شكل الايه، شكل الاوتبوت بتاع السيستم كويس. الكنترول اكشن قل بس ستيل انا شايفه عالي، 1000 تي كبيره، احنا بنتكلم 800 صح. فانا هقوم اقلل كمان، يعني انت ما تقدرش مش بمزاجك تحط، يعني تبقى تقول الماكسيمم بتاعك ايه. انا كل ما هقلل كده كل ما انا بس احنا كده هنبدا نخرج بقى الست بتاعنا اللي احنا حاطينه. احنا خلينا نقف هنا كده مثلا، قول مص على السيتنج تايم اللي احنا حاطينه، على الكاركترستكس اللي احنا عايزينها، روح هنا قل كمان شويه صح، بس ممكن كمان نتحرك سنه. ايوه ما انت خلي بالك، انت مش كل حاجه في الدنيا انت ليك كنترول عليها، يعني انت لازم يكون عندك، لازم لما اخد كاركترستكس معينه تكون ريزنبل، مناسبه للسيستم، بس ما اقدرش ان انا احط كاركترستكس زي ما انا عايز. انا هقرب ده شويه، هخليه مثلا عند ايه 8.5، يعني ماشي 8.5.5 ماشي. مش كده حضرتك بتوديه في الناحيه اللي انا مش عايزها؟ بودي مين؟ لا انت بتبطئ شويه عشان بتبطئ بتوديه من اليونت سيركل، ولا حضرتك قلت ببعده بقربه شويه من اليونت سيركل عشان انا هو سريع قوي، فانا مضطر اقربه عشان هو سريع عشان الكنترول اكشن عالي صح. ده كده 200، يبقى انا كده بالشكل ده حتى لو قربت كمان غالبا مش هقدر في 15 دقيقه احقق لك سيتنج تايم الاثنين ده. يبقى انت محتاج تكون مثلا، اكون طالب منك سيتنج تايم مناسب شويه، يعني انت دلوقتي الكلام اللي انت بتقوله احنا شكله كده حلو قوي، انا هنا مثلا كام؟ تقريبا السيتنج تايم بتاعي باتنين صح؟ بس لو رحت تطبق الكلام ده في الرقم مش هتلاقي السيتنج تايم بتاعك اتنين، هيبقى اكتر. هيبقى اكتر، ليه اكتر؟ عشان انا عندي كنترول اكشن ليميت اللي هو الساتوريشن. فانا صحيح انا بحاول بقدر الامكان اخلي الكنترول اكشن اللي انا بختاره دوت وزن الباند اللي انا عارفها. طب هو اللي هي 200 دلوقتي اللي انا اللي جايبها دي عشان تجيب لي 2 دي عمليه شويه ممكن اعرف اجيبها ولا لا؟ هو ده كده معناه ان 2 دي عاليه قوي، يعني 2 ان انا تطلب مني سامبلنج تايم 2 دي عمليه صعبه. تمام، يعني ما اعرفش اجيبها. يعني انت دلوقتي لو جيت، لانك حتى لو حركت، اصل بعد كده انت خلاص هتخش على بوينت 9، يعني حتى لو كتبتها بوينت 9 2 هتجيب معاك كام؟ تعالى نتحرك كمان شويه نشوف هتوصل كام. وانا حاسس ليه ان احنا غيرنا حاجه ثانيه صح، غيرنا في حته ثانيه مش كده؟ لا صح، انت هتتحرك مثلا كده اهو خلاص كده، ده الخط اللي انت يعني ايه لا يمكنك انك تعديه. تمام صح، تعال نبص على الكنترول اكشن برضه منزلش، هو نزل شويه بس 100 لسه كبير، لسه اكبر من المطلوب، عشان كده بقول لك ان هو 2 ثانيه اللي احنا حاطينها دي صعب شويه على الكنترول، ما اقدرش اجيبها هناك يعني. مش كل حاجه الكنترول اكشن اللي موجود عندك في الهاردوير لما تشوف موجود عندك ما تقدرش تحققها. فانت يعني ممكن تاخد الكنترولر ده تقول له ماشي فايل اهو واكسبورت، وتقول له خد الكنترولر ده اهو اكسبورت تو ورك سبيس، واطلع هنا اهوت. انا عملت اكسبورت ليه معلش؟ للكنترولر اللي هو السي كويس، هطلع هنا اهوت مثلا في موديل امبلمنتيشن اهو، ده موديل معاه ايه؟ معاه الكومبنسيتور اهو صح اللي هو السي، وقدامه السيستم كويس. انا ممكن اعمل له ران واشوف شكل الاوت هياخد الوقت قد ايه، اكتر طبعا شويه من ايه؟ من السنتين، ما يقدرش لازم نطلع ايه اكتر ليه؟ اكتر لان انت في الاخر ملزم بساتوريشن ليميت معين.
لو كبرته شويه ممكن يجيب الايه الساتوريشن ليميت طبعا. لو كبرته هيك. طب ايه حدوده في الواقعي يعني الواقعي اللي انت مثلا امبليفاير ده الموتور ده الفولتج بتاعه 15 لو حطيت عليه 20 ولا 30 فولت هيتحرق مش سرعته مش هتزيد ولا حاجه هيتحرق صح. فانا في ليميتيشن الاوب امب دوت اخوي يطلع 15 كويس. كارت الداتا اكوزيشن اللي موجود ده كويس اللي هو ده ودي الجزئيه بتاعته اللي انا قلت لكم عليها اخوي يطلع 10 فولت. فانا الماكسيمم فاليو اللي ممكن ادخلها لها للباور امبليفاير 10. فانا هدخل الباور امبليفاير 10 كويس وهو الماكسيمم بتاعه وهو الماكسيمم بعد كده بتاعه 15. يعني كل حاجه عندي فيها ليميتيشن فانا لازم اراعي ان انا ويزن الليميتيشنز دي جميل ما اقدرش اعديها. عديتها يبقى انت الكلام بتاعك مش كويس. طيب ايه المطلوب منكم بقى؟ المطلوب ان احنا نقفل كل الكلام ده اول حاجه ونعمل الكلام ده من تاني معنا فيديو بس كده. هقول لك بقى المطلوب منك ايه. متوقعش انا كده خلاص خلصت كل اللي عندي مش همسك الماوس تاني. طب سيب لنا الموديل عايز في ايه؟ ما هو هيطلع لك واحد تاني اللي انا عليه. لا انت كلير قول له سيلس سيلس سيلس. رجعنا تاني لايه؟ الشكل الجميل. انت معاك يا باشا حاجه اسمها موتور ايدنت. موتور ايه؟ موتور ايدنت. والله يتنل ده موديل جاهز احنا عاملينه. احنا بس كل الفرق ان احنا حاطين لك فيه ان الانالوج انبوت دوت هتاخده ميجرمنت من هنا كويس اللي هو القرايه بتاعت البوزيشن اللي هي السيركل الحمراء دي داخله على روزيتا اللي هي واصله كارت الداتا اكوزيشن اللي جوه كويس. والانالوج اوتبوت بتاعك هو الخط السلك اللي لونها اصفر اللي خارجه من هنا هو ديت هي دي. دي بتاعت ايه الصفرة؟ الصفرة دي اللي هي رايحه على الباور امبليفاير. تمام خلاص. واحنا رايحه على الامبليفاير والثانيه رايحه على مين؟ واحد والثانيه واحده من البوتنشال كويس. وادي السيستم اهوت نفس السيستم كلوز لوب عشان السيستم اوبن لوب انا ستيبل. وبنقول لك ايدنتيفاي ما بين اليو وما بين الواي الاوتبوت بتاعك واي والانبوت بتاعك يو. هتقوم عامل كده اهوت الايه ادي كونكتد تو سابجت اهو هيكونكت على الفاجل تقول له فان. انا فعلت ايه الخطه دي؟ كونكت يجي بقى كونكت على الايه؟ كونكت على الفاجل اللي بره كويس. وعمال ايدنتيفاي اهو وشكل الانبوت في الاوتبوت اهو. بس احنا في الاول كنا فاصلين كنا ناسيين ها عمال يغير الستيب اهو هو يطلع يدوبك يثبت ومفاصل يثبت ومفاصل. طب ازاي جبت الرسمه دي؟ ازاي جبت الرسمه دي؟ 19 ثانيه. ازاي جبنا الرسمه دي؟ اكس واي جراف هو بيرسم ما بين الاثنين ما بين الريشن التايم مع الانبوت والاوتبوت. يعني بيرسم الانبوت مع التايم والاوتبوت مع التايم. اهو وانا اهو انا المفروض بقى تاني هات الموديل ما بين اليوم ما بين الوورد. طب وانا هعمله ازاي؟ عندي مش انت هتفايل سيستم هنقول اقصد ال الموديل اللي كنا عاملينه قبل كده عشان ناخد منه الداتا نعمل نحطها في ايدنت. يعني الداتا دي اجيبها منين؟ ما هي يا ابني الرسمه ما هي يا حبيبي ما هي الداتا اهي 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 دي الداتا. حلو قوي. الداتا دي بقى اهي موجوده يا باشا في اليو والواي. اوكي تو فيكتورز. المفروض اجيب بلوك اقول له يعني احط بلوك هنا صح؟ سبيس ولا يا ابني ولا هتحط بلوك هنا ولا تلبس الموديل ده ما تعملش فيه حاجه. الموديل ده هو كده شغال جميل. انت كل اللي مطلوب منك هتدخل. انا دلوقتي عملت لك فن وريتك ازاي هتفن الايه الموتور صح؟ تمام. لما هتفن الموتور انا اديت لك سيجنال جنريتور اهو انبوت وانت خدت الانبوت اللي هو رايح الكنترول اكشن اليو والاوتبوت اللي هو الواي كويس. هتلاقي عندك على الورك سبيس يو واي. تمام. لو مش مصدق ارسمهم اهو اهي ادي الفيكتور اهو ارسمه اهو. مش ده الاوتبوت اللي كان لسه ظاهر قدامك؟ تمام. هتفتح بقى انت التول بوكس بتاع ايدنت وتعمل فيه بقى اللي احنا عملناه على الموديل اللي انا عملته قدامك على الموديل. هتفتح التول بوكس بتاع ايدنت وتدخل له الانبوت وتدخل له السامبلنج تايم بتاعه بوينت وهنا دي مش انبوت صح وتطلع الترانسفير فانكشن وتطلع الايدنتيفيكيشن بتاعها. كل الكلام ده انت اللي هتعمله. اليو دي كنترول اكشن هنا صح؟ الايه؟ اليو دي كنترول اليو هي كنترول اكشن والواي هو الاوتبوت. ايدنتيفاي ما بينهم هات الترانسفير فانكشن كويس وتشوف الفيتنج بتاعها يكون نسبه كويسه. وبعد ما تجيب الفيتنج بتاعها وتجيب مش عارف تجيب الترانسفير فانكشن دخلها على السيسو تول اعمل ديزاين للكنترولر. ولما تيجي ديزاين للكنترولر يلا نختبره على السيستم. عايز تختبره تختبره منين اهو لو انت عايز يعني بس تفضل قبل ما تختبره تجي لي الاول اهو موتو امبلمنت كويس. هو مستني انبوت اسمه سي. اعمل بس اكسبورت للكنترولر بتاعك واعمل كونكت وران.
وشوف الريسبونس عند السي بعد ما اجيب السي بعد ما اجيب السي تمام. وخلي بالك ان الساتوريشن ليميت بتاعنا ما بين ماينس 10 لحد 10، فلو سمحت اعمل حسابك ان الساتوريشن الاكشن ما بين ماينس 10 لحد 10 بقدر الامكان ما يكسرش الرقم ده. ده الانبوت ولا الساتوريشن؟ الايه؟ الانبوت الساتوريشن. انا طالب منك ايه؟ طالب منك سيتلينج تايم نص، اوفر شوت ما يزيدش عن 5%. طالب منك هنا في الموتو ده سيتلينج تايم نص ماشي، فحط الكاركترستكس على السي سي 2 وديزاين ماشي. معاك لحد اخر المعمل يا باشا، معاك لحد الساعه 12. يلا تمام. ايه نبقى يعني مفيش اكتر؟ لا ال 10 ده ولا 5 خالص. طيب يلا بينا.